السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء في فيديو جديد بعد طول غياب. في تغييرات هامة جدا في اليوتيوب حبيت أن أنا أبينها لحضرتك. فجأة لقيت القناة بتاعتي فيها رسائل كثيرة. أخ أستاذ صاحب القناة، لابد أن أنت تلتزم بقوانين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في تغييرات هامة. طبعا كله راغي في راغي في راغي، فما تفهمش بالضبط إيه اللي هيحصل. لكن أنا لاحظت حاجة مهمة جدا، أنهم بيركزوا على هل الفيديو بتاعك أو القناة دي بتاعتك ليها علاقة بالأطفال، وعملوا لك كده ايه لما تيجي تعدل تعمل تعديل للفيديو، هتلاقي في رسالة فوق كده تقول لك الكلام ده بالانجليزي، وبعدين جنبيها كلمة سيتنج. طبعا انت اول ما بتدوس على سيتنج بيروح مطلع لك صفحة فيها حاجتين، تختار حاجة منهم. هل القناة بتاعتك دي مخصصة للأطفال أو لا، القناة ليست مخصصة للأطفال. ده طبعا بدل ما أنت تمسك فيديو فيديو وتدوس على الجزء بتاع لا ليست مخصصة للأطفال، أو إذا كانت مخصصة للأطفال فأنت تعلم على أيوة القناة بتاعتي مخصصة للأطفال. عملوا لك الأوبشن ده اللي بيها لما تعمل أول مرة بس إنها مخصصة للأطفال أو غير مخصصة للأطفال، وكل الفيديوهات اللي عندك هتلاقيها موجود عليها العلامة بتاعت الاختيار بتاعك. تعالوا كده نشوف كده مثال على القناة بتاعتي وفين هي الجزئية دي. اتفضلوا معي. فيديو من الفيديوهات اللي موجودة في القناة عشان أوري حضراتكم فين الاختيارات دي اللي هي بتبقى موجودة في كل فيديو. أنت لما تدوس إيديت للفيديو، أنا كنت فاكر الأول إن أنا أمسك فيديو فيديو ولقيت إن تحتيها هنا، هدوس على إيديت هيطلع لي صفحة الإيديت اللي هي التعديل، سواء أعدل التايتل أو الديسكريبشن أو الصورة الثامب نيل. تحت هنا هتلاقي في دايرتين، هنا أنا غيرت الثامب نيل بتاع الفيديو. تحت هنا هتلاقي دايرتين، الأولانية yes it's made for kids، الثانية no it's not made for kids. وبسيف، بعمل سيف، يبقى كده ايه الفيديو ده مش مخصص للأطفال. في السيتنج حاجة تانية بتعمل لك الايه الشغلانة دي من غير ما تحتاج ان انت تعمله فيديو فيديو. في السيتنج الاوبشن بتاع الايه الحكاية دي، اول ما تختار اختيار من الاثنين بيعمموا على كل ايه الفيديوهات بتاعتك. ارجو ان يكون المفيد الفيديو مفيد لحضراتكم، ولا تنسونا في ونشر الفيديو للمزيد من الفائدة، وما تنسوش الاشتراك في القناة ان كانت زيارتكم الكريمة دي اول مرة لينا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. استودعكم الله، الى اللقاء في فيديو